بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين في العالمين. عباد الله، أتى أمر الله بعد أن استعجلوه، واقترب الدخان واقتربت الآية، وبدأ بدار ما أراد ربنا في ملكه وأرضه مما فوض به شرار خلقه ليبتشوا بخيار خلقه، ومما فوض به خيار خلقه ليبتشوا بعد حين بشرار خلقه. فتسابق هؤلاء وهؤلاء، فأرسل الأشرار على الأخيار مما علمهم ربهم ومما فتنهم به، ففعلوا ذلك عامدين متعمدين، ظالمين لأنفسهم متعالين على رب العالمين، بل هم في ذلك لله من المحاربين، تكذيبا بالدين والنبي الذي جاء بالدين، حاقدين كافرين على الناس كاذبين. أجمعوا أمرهم وأعدوا من الأسلحة ما فيه هلاكهم وزوالهم. وأما الذين اختيروا لشرف المهمة وعلو الهمة فقد أجلوا ميقاتا وأخفاهم الله ذواتا، وما أنطق أصواتا إلا بعد أن أذن الله لهم فنطقوا، وقد صبروا وصدق، وقد أتى على ما رأيتم من بلاء بعاجل داهم حقق الله فيه قوله أن أهل القرى يأتيهم بأسه ضحا أو يأتيهم بأسه ليلا وهم نائمون. وهذا فيه بينات من الله، وإن كان فيه كثير مما دبر الأشرار على الأخيار، وكثيرون مظلومون بل مرحومون، بل هم إلى ربهم شهداء يمضون، فلم يكن عليهم عقابا ولكن عاقب آخرين بينهم أو آخرين دونهم، فأراد الله أمرا فأتمه، لعل الله بذلك يحيي الأمة. لعل آلام أهلنا في ليبيا قد وحدت بين شرقها وغربها، ولعل ما ألم بأشقائنا في المغرب قد جعل القلوب تتداعى إلى الذين عاشوا في فقر يتلون كتاب الله، ولعل هذه الجراح بشائر بخروج من يأتي كإشراقة الصباح، كما قال الحبيب على فتنة وهرج من الناس وزلازل، ولعل هذا بدار ذاك، ولعل بين بدار الأشرار للأخيار وبدار الأخيار للأشرار أعوام ثلاثة أو أربع أعوام أو أربعة أعوام أو أربع سنوات أو خمسة، لعل ذلك يكون حقا. ودون ذلك ما دونه باب بلاء قد فتح على هذا العالم، لا يدفعه ولا يرفعه إلا حامل راية سر ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وأنت فيهم ما كان الله ليعذب والنبي في الناس. فلما لم يعد له وجود أجسام وأشباح صار يحل بروحه في الأرواح، فيكون النواب عن حضرته الشريفة ممن اختيروا من ذريته حاملين لسره، مستمطرين أمطار الرحمة به، يحضر مجالسهم ويبارك دعاءهم بل وينطق من خلالهم، فيكونون نواطق على سر قوله وبوارق على حقيقة لفظه وأدلة على نور معناه، مجلين سره بين الناس لطفا وعفوا. ولو أنهم إذ مسهم بأسنا تذرعوا، أبان الله بهذا أن التذرع لله كما فعل قوم يونس إذ جاءهم العذاب، فلما تذرعوا ووقفوا بباب الذراعة مستشفعين لله به ولله بأحبابه وسيد أحبابه، لم يأتهم البلاء واستثنوا منه. وكذا مقامنا اليوم، قد مسنا بأس الله
وآن الأوان أن نتغرع، وإني أهيب بكل شيخ يخطب في جامع أو يجلس في زاوية ونحن في أيام مولد سيد الخلق أن يقف خلف الذين نطقوا أو خلف الذي نطق إن كانوا جمعا أو كان فردا، على الذين وخلف الذين ورثوا الوراثة المحمدية والأنوار الأحمدية وتجلت عليهم الحقائق الأحادية والأسرار الصمدانية وأنوار الأنوار الخضرية، فإذا قاموا على ذلك أخذوا الدليل منهم والنبأ عنهم، ونهيب بهم أن يستمطروا من عند ربهم لطفا وأن يسترحموه عطفا وأن يأتوا إليه حتى يصرف عنهم ما لا يملكون له صرفا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ 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 عزيز المقتدر، وإذا ضرب أفنى، وإذا أراد أغنى، وإذا أراد أفقرا، وإذا أراد عمرا، وإذا أراد خرب ودمرا، والأمر أمره والملك ملكه، وإن هي إلا لحيظات يبدل حالا بحال، أحياء بأموات، وعمارا بخراب، وقوما آمنين نائمين بقوم في البحر مغرقين، وبين الحرائق والبوارق والدقائق سعيرات قدرية ونظرات من عند رب العالمين، وبين بلاء ورخاء نظرة، وبين عقاب وثواب كلمة، والله قادر على هذا وذاك، وإني أهيب بهم جميعا وبكل من يسمع وبكل من يراد له أن يسمع أن يخرج الناس متضرعين بسيد الأولين والآخرين منادين يا الله لطفك ورحمتك، ويا رسول الله أغث أمتك، يا الله لطفك ورحمتك، ويا رسول الله أغث أمتك، أن نخرج بعد كل جمعة مستشفعين، فوالله ما من نقطة على الأرض وما من بيت ولا شخص بآمن من عذاب طال انتظاره، وقريبا يأتي الطارق بآيته ويأتي الدخان بآيته وتزلزل الأرض تحت الأقدام زلزالا شديدا، فلا يبقى موقع ولا موضع ولا بشر ولا حيوان ولا شجر ولا إنس ولا جن ولا شيطان إلا ويشعر ذلك، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وبين من تزلزل الأرض تحت أقدامهم هم ثابتون في رحمة الله نابتون، وبين من تزلزل الأرض تحت أقدامهم هم غافلون، وبين من تزلزل الأرض تحت أقدامهم معاقبون، بون شديد وفرق واسع شاسع. فنسأل الله أن نكون إذ تأتي تلك الآية السماوية نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وإذ تأتي الآيات البحرية أمواجا عظيمة تراها الأعين، وإذ يأتي الدخان بأمر رب الدخان، وتزلزل الأرض زلزالها وتلقي الأرض أثقالها وتحدث الأرض أخبارها، أن نكون من المرحومين وأن نكون تحت لطف رب العالمين، وأن يكون ذلك لنا عونا على اليقين وتثبيت يقين وتأكيد يقين ولطفا بنا وبالناس إلى حين. ثم يأتي الله بآياته فيستصرخ الناس ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، فيكشفه قليلا فيرجع الظالمون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم يبطش ربنا البطشة الكبرى وكان منتقما وكان قديرا. فالحمد لله عليا كبيرا، والحمد لله سميعا بصيرا، والحمد لله عليما خبيرا، والحمد لله الذي جعلنا نحن آل بيت النبي مقابيس هدى ومعاريج رحمة ومفاتيح خير وأبواب نور ومجالي سر وكواكب من أنوار وبوارق من أسرار، وجعلنا بابا للخيرات ورفعا للدرجات وكشفا للكربات، رغم أنه قد كتب علينا بلاءات ما فوقها بلاءات، فكتب على أولينا قتلا وتقتيلا وتهجيرا وترحيلا
وتسميما وتكميما وسجنا وألما وحزنا، ولكننا لكل شرف ومكرمة حزنا، ونحن بحمد الله على ذلك بسلسلة أولها عند النبي وآخرها بكف المهدي، نتهادى ونتنادى يا علي يا زهراء يا حسن يا حسين يا آل بيت النبي، أن أقبلوا بسركم على من يرث سركم، وأقبلوا بنوركم على من يجلي نوركم، وأقبلوا بفيضكم على من يظهر للناس فيضكم، أقبلوا جميعا وتجلوا جميعا ليصبح الخريف بكم ربيعا، وليأتي عفو الله ولينظر لطف الله، وليعلم كل خلق الله عظمة آل بيت رسول الله وعظيم قدر رسول الله ونور جاه الحبيب محمد حبيب الله المتجلي الناظر القريب. صلى الله عليك أيها الحبيب، صلى الله وسلم عليك أيها الحبيب، أيها المجيب المستجيب المنيب القريب يا حبيب، قبل هذه الدنيا وكنت حبيبا، ونحن في الدنيا أتيت حبيبا، وقد آويت إليك غريبا، وآنست بنورك حزينا كئيبا، وكنت لنا وكنت فينا، وكنا بك وكنا لك، فنطقنا منك وأنبأنا عنك، فصلى الله عليك كما هدى إليك، وصلى الله على عينيك علي وفاطمة، صلى الله على عينيك وعلى جناحيك حمزة وجعفر، وعلى سبطيك الحسن والحسين، وعلى مهجتيك آمنة وخديجة، وعلى والديك عبد المطلب وعبد الله، وصلى الله عليك ثم عليك ثم عليك، وعلى المهدي الماثل دائما بين يديك. نسأل الله أن نكون من الجند، وأن نكون من الذين نجوا من العند. اللهم لك الحمد أن صرفت هذا البلاء، ولك الحمد أن خففت ما يكون منه، ولك الحمد أن أجبتنا بسر أنت به أثبتنا وله أنبتنا فما خيبتنا، وعليك وإليك وفيك أذبتنا، لا إله إلا أنت وحدك سبحانك إنا كنا من الظالمين، والحمد لله رب العالمين.